اهلك بحضن ادره وانساك رادوني وعن شوفتك يا حلو رادم يا حرمولي. العريس عدنان اهلك بحضن ادره وانساك رادوني وعن شوفتك يا حلو البطوش الطيبين رادم يا حرمولي. صحت باسمك وسمعوني البطوش الطيبين قالوا بعد لا تجي. قال بعد لا تجي على هالدرب منعوني ما عندي غيره مهب. يا غالي ما عندي غيره مهب معروفه صدقوني العريس عدنان بس ظل انت متفهمين. غالي بس ظل انت مطمئن ما تحترق صورتك لو حرقة وعيوني قلبي قلبي اذا ينساك امشي ودشرة. يا غالي قلبي اذا ينساك امشي ودشرة انا اكتب على الشريان خاين العشرة انا اكتب على الشريان خاين العشرة. مرة ثانية سيد الحضور حضر السادة الفاضل أي الحفل الكريم الله. أسعد الله مساكم وأهلا وسهلا بكم جميعا. أمس سعيدة نقضيها وإياكم وبدعوة كريمة من العم الغالي العم غازي حج حسن أبو محمد ابتهاجا ومحبة للشباب عشرة البطوش الطيبين. أتينا لبين هذه الدعوة الكريمة لنحيي لكم حفلا دينيا ساهرا ذلك وبمناسبة أمير العرساد شمعة الليلة الحلوة. ألف مبروك للعريس عدنان غازي الحاج حسن. ابتهاجا ومحبة بالعريس عدنان يحيي لنا ولكم هذا الحفل الديني ساهر فرقد وصوت أنغام القلوب بقيادة المداح الأستاذ محمد الناصر أبو سعد. ينقلها لكم تصويريا على احدث كاميرات الفيديو ووحدة الناصر بقيادة المخرج الاخ الغالي حاج علي رشاد ابو جود. شكر وكل الشكر الى حامل الكاميرا الله حي الاخ الغالي ابو النوف. يقام ذكرى الحفل في قرية كترة الواقع يوم الخميس بتاريخ 27/5/2021. شكر وكل الشكر إلى عرفاء هذا الحفل. الله حي الأخ الغالي عمر إسماعيل أبو يزن. الله حي الأخ الغالي ياسر إسماعيل أبو أيهم والأخ الغالي محمد الغازي أبو عزام. نيابة عن العريس نيابة عن الوالدة العريس تحية ترحيب إلى كل الضيوف إلى كل المعازيم إلى كل العشاير بدون استثناء كل شي شارك كل شي بارك كل شي يقول مالي تحية وسلام من عيون الوالد العريس صلى حي العم ابو محمد الاجمل تحية مليون سلام وسلام. والوصلة الاولى نقضيها واياكم سمعا واشهادا بالصلاة على النبي مع المداح الاستاذ محمد الناصر ابو سعد فلو يتفضل مشكور. يا رب الله الله
قصيد حباه. سيلك وسيلك الله ما شاء الله ما شاء الله عمر طيبين. ييه شد شد يلا حيوب الله الله يا ليتك
الله الله شت شت صلوا عليه.